بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن الجبال تثبت الأرض. في هذه الصورة مثل ما تلاحظون جبال، أثبت العلماء أن الجبال تثبت الأرض وتمنحها التوازن خلال ملايين السنين ولولا وجود السلاسل الجبال مثل ما تلاحظون اضطربت القشرة الأرضية لأنها تعوم على طبقة شبه منصهرة وحرارتها مرتفعة. فالجبال تعمل مثل المثبتات التي تثبت السفينة العائمة. والعجيب أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة العلمية قبل 14 قرناً. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، سورة الأنبياء آية 31، والله أعلم.